كلية الزراعة. برنامج نظم التغذية. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 300 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 4 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 140 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج. يهدف برنامج نظم التغذية بكلية الزراعة إلى إعداد خريج أخصائي تغذية قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك لإكساب الخريج أساسيات علم التغذية والمعرفة التطبيقية للتقنيات الحديثة في تقييم الحالة الغذائية للمرضى، وكيفية تخطيط الوجبات الغذائية في الصحة والمرض، وتصميم برامج صحية للمجتمع للارتقاء بمستوى الصحة العامة، وكذلك التغذية الجزيئية وكيفية استخدامها للحد من الأمراض المزمنة. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 200 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 4 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 140 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج. يسعى برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء إلى إعداد خريج قادر على تلبية سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال استخدام الأسلوب العملي لحل المشكلات في مجال تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء، والمهارات العملية في معرفة جميع المجاميع النباتية المستخدمة في هذا المجال، وكذلك مهارات تنسيق وإعداد شبكة الري الحديثة مثل الرش والتنقيط، مع حساب الاحتياجات المائية لكل عنصر من العناصر النباتية، وكذلك مهارات زراعة الأسطح وتكبيرها باستخدام نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وتنسيق ملاعب الجولف وكرة القدم وبرامج الصيانة اللازمة لها. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي.